السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. البشت القطري يتصدر عناوين الأخبار، العالم كله بيتكلم عن ميسي، عن كأس العالم وعن فوز الأرجنتين بكأس العالم، لكن البشت القطري، الرداء القطري اللي بيعبر عن التراث لهذه الدولة الخليجية العربية المسلمة، عامل أزمة كبيرة شوية عند مين؟ عند الإعلام الغربي تحديدا. مين؟ الإعلام الألماني هو رقم واحد، الإعلام الإنجليزي البريطاني رقم اثنين، الإعلام الأمريكي والفرنسي تقريبا زي بعض. مضايقهم قوي قصة ان ليونيل ميسي بيقف وان أمير قطر بيلبسه العباية القطري او البشت القطري، وبيقول لك ان دي سرقة لنجاحات ميسي وان ده غسيل رياضي. مرحبا بكم في الغسيل الرياضي زي ما قال لوري وايتويل وهو صحفي رياضي في صحيفة ذا أثليتيك الأمريكية، قال إن قطر يا جماعة بتقوم بالغسيل الرياضي وإن اللي حصل مع ميسي ده أمر مهين جدا وما يصحش. الأكثر من كده كمان إنه الجارديان البريطانية قالت إن لحظة ارتداء ميسي للبشت القطري كانت لحظة استرجاع قطر الاستثمارات في كأس العالم اللي قيمتها 220 مليار. فعيني يا حرام، قطر حبت تاخد اللقطة على حساب ميسي، وإن ده كان الحقيقة أمر مش مستحب أبدا يعني. وقالوا كمان إن البشت القطري، بعض النقاد قالوا إن ده أداة علاقات عامة للنظام القطري، قطر بتحاول تعمل ماركتينج لنفسها وتعمل علاقات عامة لنفسها. محلل بي بي سي سبورت بابلو زاباليتا قال just why، فقط لماذا، لا يوجد سبب للقيام بذلك. فجاري لينكر المذيع بتاع الاستوديو اكد على الموضوع واتكلم برضو ان ده شيء الحقيقه عار جدا، وهو والان شيرر نجوم المنتخب الانجليزي سخروا من القصه وقال لك ازاي قطر تعمل كده، ازاي قطر تلبس ميسي البشت القطري، ايه يا جماعه ده ما يصحش، ده التيشيرت بتاع المنتخب بتاعه استخبى، ده البادج بتاع المنتخب الوطني الارجنتيني اختفى. لا يا جماعة والله انتوا اللي عملتوه ده، عيب يا قطر، عيب، ما صحش كده، اللي انت عملتيه دي لقطة مش كويسة خالص، وانتوا ناس بقى راحت ان هم طب دافعين لميسي، طب هل يا ترى الامير تميم اكبره، طب هل يا ترى الخليفي بتاع باريس سان جيرمان داخل في الصفقة لان ميسي بيلعب هناك، طب ليه قطر عملت كده، طب انتوا ازاي تسرقوا لحظة النجاح. التلفزيون الالماني ذهب لاكتر من كده وقال لك انه من العار ان يظهر البشت القطري في لقطة كهذه، وانتم سرقتم لحظة انتصار الارجنتين. طلع مايكل تالك نجم المنتخب الامريكي الالماني السابق وقال لك طبعا دي لقطة مسيئة جدا ولا تليق، وما كانش يصح ان ميسي يحصل فيه كده، وكأن ميسي ده يعني عيل صغير جابوه لبسوه العباية وهو يعني خدها وطلع. ايه يا جماعة اللي بيحصل؟ ليه؟ ليه كل ده؟ ليه كل التعنت؟ وانا اسف بان انا هستخدم بعض المصطلحات القاسية شوية، ليه العنصرية دي؟ يعني انتوا دول احنا عايشين فيها وبتقولوا بتعلو قيم العدالة والمساواة واحترام الاخر وان الجميع حقوق متساوية في كل شيء، وان في دعوات للتعايش في هذه المجتمعات، واحنا لازم نعيش مع بعض ولازم نحترم بعض ولازم يبقى في زيرو توليرانس من الريسيزم والمش عارف ايه ومحدش يقرب من العنصريه. انتوا ليه بتتعاملوا معانا بعنصريه؟ انتوا ليه بتتعاملوا مع العالم العربي بعنصريه؟ انت ليه بتتعامل مع المواطن المسلم بعنصريه؟ انت احسن مني في ايه؟ انت احسن منه في ايه؟ يعني ناس كتير مننا ومن المواطنين العرب اللي هاجروا او وصلوا بلدان اوروبيه واشتغلوا يمكن ياخدوا الجنسية ويبقوا زي تشاوميني كده، لاعب المنتخب الفرنسي اللي من أصول كاميرونية، اللي حساب فرنسي بعد المباراة اتكلم وقال اللاعب ذو الأصول الكاميرونية كان أداؤه صفر، وقالوا على كومان لاعب المنتخب الفرنسي أيضا ذو الأصول الغينية، اللاعب ذو الأصول الغينية كان أداؤه مخيب للأمان. انتوا بتتعاملوا ليه مع الناس زي ما كان تريبر نوح بيقول، المذيع الساخر الأمريكي، لما ينجحوا فهو ابن البلد ولما يفشل فهو ذو الأصول الأفريقية. طب يا سيدي، احنا أصحاب أصول أفريقية، أصحاب أصول عربية، العرق بتاعنا عربي، الديانة مسلم وإحنا فخورين بده، من الثقافة بتاعتنا حاجة اسمها البشت القطري، عباية لطيفة جدا كده مصنوعة بطريقة معينة من أصواف الإبل والماعز، وبيتم يعني فيها تكاليف معينة وهي حاجة غالية جدا، وهي في التراث بتاعنا كعرب كمسلمين
التراث عند قطر بقى إنها بتمثل أعلى مرتبة من التكريم في الدولة القطرية. فأنت رئيس الدولة، الأمير بتاع الدولة، واقف بيلبسك عباية زي اللي هو لابسها، فده من باب التكريم والاحتفاء. طبعا دي النوايا الحسنة. طيب في ناس هتقول لك لا، ده قطر عاملاها عشان البي آر، ده قطر عاملاها عشان تاخد لقطة. تمام، طب ما تاخد لقطة. طب ما هو بيلي نجم المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1970 بعد ما فاز لبس قبعة اسمها ايه؟ قبعة السومبريرو المكسيكي، الطاقية الواسعة الكبيرة دي. لما بيليه عمل كده، اللقطة دي لما الميديا غطتها وبتتكلم عنها على مدار سنين، اتكلمت عليه، الله يا إلهي ما أروع هذه اللقطة، إنها لقطة عظيمة، إن بيليه يرمز للمحبة والتسامح والتعايش ما بين الأمم، إنه يحترم الدولة المضيف، الدولة المستضيف لكأس العالم. طيب فين المشكلة؟ طب ما قطر كمان، ميسي بيلبس البشت القطري، يا إلهي ما أروع هذه اللقطة، إنه يرمز للعدالة والمحبة والمساواة والتعايش ما بين الأمم. أنتوا ليه واقفين عند دي يا جماعة؟ أنتوا ليه مش بالعين دي؟ دي الحقيقة نقطة مهمة قوي، يعني دي عندكم فيها مشكلة كبيرة. أنا يعني فاتح بعض اللينكات قدامي هنا عشان أقول لك مثلا هم بيتعاملوا إزاي. في تقرير لموقع الحرة الأمريكي بيقول لك إيه؟ انقسام بشأن بشت ميسي، غسيل رياضي أم احتفاء بالثقافة العربية. الكلام كمان عن انه صحفي بيقول يا جماعة والله محزن ومخزي ان القميص الازرق للارجنتين تمت تغطيته. التلغراف البريطانية تقول ان العمل الغريب حطم اعظم لحظة في تاريخ كأس العالم بعد ان تم اجبار قائد الارجنتين على ارتداء البشت لكنه سرعان ما نزع. انا جاي لك في الرد على النقطة دي كمان شوية. بعدين جون جرين كمان وهو مؤلف بيقول ستنتهي كأس العالم 2022 برفع الكأس وهو يرتدي البشت ليكمل مبادرتنا الرائعة للغسيل الرياضي، ستكون الصورة الأكثر شهرة في البطولة. هي فعلا الصورة الأكثر شهرة في البطولة، برافو على قطر انها عملت كده. العالم كله هيفتكر البطولة دي بلقطة ميسي وهو رافع الكأس ولابس البشت القطري. هتيجي أجيال بعد سنين طويلة تسأل ايه يا جماعة البتاع الأسود اللي ميسي لابسه ده، فهيتم إجابته إن ده رداء عربي اسمه البشت القطري، وإن قطر عمل الموضوع ده، عملت الموضوع ده تكريما لليونيل ميسي وافتخارا بثقافتها العربية وبهويتها العربية. طيب فين فين الأزمة؟ أكمل لك. جاري لينكر قال لك يا جماعة دي لحظة سحرية، ومن العار إن هم شطبوا التيشيرت بتاع الأرجنتين. الصحفي الرياضي جون دوغان قال إيه؟ لم يكن من المناسب أن تمنح شرفك في الوقت الذي كان فيه ليونيل ميسي يرفع كأس العالم. يعني مش حلوة قطر انك تاخدي اللقطة، ده جون دوجان اللي بيقول، وتنسيب لنفسك الشرف أثناء احتفال ميسي بكأس العالم. على الجانب الآخر في ناس تانية قالت لا، زالد لويو مثلا وهو صحفي رياضي قال ربما أنا من الأقلية هنا، ولكني اعتقدت أن ارتداء ليونيل ميسي للبشت القطري كان لمسة لطيفة. كمل وقال يمنح البشت للمحاربين العرب بعد انتصار في معركة أو للملوك، ميسي ربح للتو أعظم معركة بينهم جميعا وأكد نفسه ملكا لكرة القدم. يعني ملك أمير بيمنح البشت اللي هو رداء الملوك لمالك الكرة على مدار التاريخ ليونيل ميسي اللي بيكسب كأس العالم. فين المشكلة؟ حساب المنتخب الأرجنتيني الرسمي، تعال بقى نشوف الجانب الآخر، لسه ميسي كان زعلان ومتضايق. الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني نشر صورته والأمير بيلبسه البشت القطري، قال نعم إنه ملك، هو ميسي ملك يا جماعة، فبيكرم كما الملوك، بياخد تكريم الملوك. ففي أمير دولة خليجية مستضيفة لكأس العالم بيكرم ملك اللعبة اللي هو ليونيل ميسي. في لقطة فيها كل التفاصيل اللي انت عايز تقولها عن قطر، فيها كل حاجة بتتكلم عن قطر، في حسن التنظيم، في الماركتنج الكويس جدا، في اختيار لحظة تاريخية عشان يقول لك ايوه يا جماعة دي هويتنا العربية. وده الحقيقة اللي السيد حسن الزوادي قاله في مقابلة مع بي بي سي سبورت النهاردة الصبح. كلموه حسن الزوادي، هو المدير بتاع لجنة التنظيم وهو رئيس هيئة الإرث المسؤول عن تنظيم كأس العالم قطر 2022. فقالوا له يا سيد حسن اللقطة ما كانتش ولا بد وأثارت غضب ناس كتير واستياء. فقال لهم يا جماعة هذا أنبل وأرفع رداء أو وسام عندنا في الدولة، وهذا يمنح للضيوف والرؤساء والناس اللي هم الـ VIP عندنا في الدولة، وده
أحسن حاجة وأفضل حاجة ممكن أمير قطر يمنحها للفائز بكأس العالم. وبالتالي إحنا بنعبر عن هويتنا، حسن الزوادي بيقول، عن ثقافتنا، عن اعتزازنا بالزي الوطني بتاعنا، وإحنا بنحتفل باليوم الوطني. فكانت لفتة جميلة جدا من أمير الدولة إنه يهدي كابتن الأرجنتين والفائز بكأس العالم وأسطورة كرة القدم أفضل حاجة عندنا في قطر. إيه أفضل حاجة عندنا في قطر نقدمها كهدية؟ هي البشت القطري. فأنت بتتكلم على دولة بعيدا بقى عن كل حاجة اختارت سيمبل، اختارت رمز من الرموز اللي العالم كله هيتكلم عنها بعدين ويقول لك يا جماعة ده بتاع قطر، ده الزي الرسمي لدولة قطر. فتدخل النهاردة تعمل سيرش تلاقي موضوع الأرب روب أو البشت أو المش عارف إيه، تلاقي كم بحث النهاردة مش طبيعي. تلاقي مثلا ترند في تويتر شيخ ميسي، شيخ ميسي شيخ ميسي بالانجلش، وتلاقي اكونتات فيريفايد موثقة وعندها مئات الالاف من المتابعين بتنشر على ترند الشيخ ميسي. فالناس النهاردة بتتكلم ان ميسي اصبح الشيخ ميسي، ليه؟ عشان البشت القطري. تلاقي صحيفة واسعة الانتشار في الارجنتين اسمها كلارين بتنشر النهاردة انها عندها البشت القطري اللي زي ميسي لبسه، ويبقى في طلب على البشت ده، فيدخلوا في التعليقات ناس بتقول لك هنبيعه مش عارف بكام الف بيزو، اللي هي العملة الارجنتينية، الدولار تقريبا ب 173 بيزو ارجنتيني حاجة زي كده، واحنا طيب هنعمله بتكلفة قليلة، اللي ميسي لبسه كان غالي قوي لانه مصنوع مش عارف من كذا ومطلي بالذهب وفي تفاصيل ايه، فاحنا بنعمل حاجة زي كوبي كده من البشت القطري اللي ميسي لبسه. مين اللي بيعمل ده؟ صحيفة كلارين الارجنتينية بتقول ان احنا هنبدأ، يعني نتكلم في ناس بتبدأ تعمل دلوقتي تصنيع او تبيع البشت القطري اللي ميسي لبسه في الارجنتين. فبيقولوا من اظرف التعليقات واحد دخل قال لهم طيب انا عايز بشت بس مش الاسود، انا عايز بشت اللي هو فيه الابيض والازرق الوان الارجنتين. فترد عليه وقال له لا، نحن هنا لا نبيع غير البشت القطري اللي ميسي كان لابسه في نهائي كأس العالم. انت متخيل احنا واصلين لايه؟ صح؟ بتتكلم في اقل من 12 ساعة البشت القطري ده بيباع، بالناس بتتكلم عنه، الناس بتسأل طب في الوان، طب في كذا، تقارير كتيرة جدا بالعربي بالانجليزي بالالماني بالفرنسي بتتكلم ازاي اصلا بيصنع هذا البشت القطري. طب هو البشت القطري ده عبارة عن ايه؟ ما هو ده جزء اصيل من هويتك، هوية الدولة القطرية العربية المسلمة المستضيفة لكأس العالم. طب ده نجاح يا جماعة ولا مش نجاح؟ ده نجاح. طيب الغرب زعلان ليه بقى؟ الغرب زعلان ليه؟ انا فعلا والله عايز اعرف يعني ايه اللي مزعل الغرب في القصه. كام لعيب اجنبي راح الكويت مثلا ولبس اللبس الرسمي بتاعه؟ طيب انا هسال سؤال، وده سؤال مهم الحقيقه، ويمكن نختم بالفيديو. لو ان كاس العالم ده بيتلعب مثلا في النرويج، في الدنمارك، في السويد، في الدول دي، او يعني بقى جالك التاريخ بتاعه وقال لك لبس الفايكنج ومش عارف ايه وبتاع، هل لو ميسي كان لبس لبس الفايكنج، لبس محارب الفايكنج، كان هيتعمل عليه كل ده؟ هل لو ميسي راح الصين او الهند ولبس اللبس التاريخي بتاعهم كان هيتعمل عليه كل ده؟ هل لو ميسي راح افريقيا ولبس زي الافارقة كان هيتعمل عليه كل ده؟ هي ليه المشكلة مع العالم العربي والاسلامي؟ هي ليه المشكلة مع قطر الدولة العربية المسلمة؟ ليه؟ هو ليه بليه لما لبس الطاقية المكسيكي محدش اتكلم؟ وميسي لما بيعمل بيلبس البشت القطري الدنيا بتتقلب. ليه ألمانيا عندها أزمة كبيرة قوي كده؟ طيب السؤال الثاني بقى، هو لو منتخب ألمانيا كان كسب كأس العالم ورفعوا أعلام الريمبو، لو فرنسا كانت كسبت زي ما وزير الرياضة قال ويعني إيه، خد كده الكابتن هوجو لوريس منتخب فرنسا لبس على رقبته علم المثليين، ده كان هيبقى طبيعي يا جماعة؟ ده كان هيبقى انتصرتم للقيم والمبادئ، انتصرتوا للعالم الـ LGBTQ والدنيا كده بقى جميلة؟ أنا مش بحط مقارنات دي قصاد دي، بس أنا بسأل في معاييركو، في معايير البلد اللي أنا عايش فيها هنا، أنت عندك مشكلة كبيرة ليه في ارتداء ميسي بشت قطري بيعبر عن ثقافة منطقة بأكملها، عن ثقافة مليار وشوية من المسلمين، وما عندكش مشكلة في أي حاجة تانية، في انك ترفع علم مثلية، في انك ترفع كذا، في انك تعمل اي حاجة؟ ليه يا جماعة انتوا عندكم مشكلة معانا؟ الحقيقة كاس العالم ده اثبت بما لا يدع مجال للشك ان العالم الغربي المواطن الابيض عنده مشكلة حقيقية معانا.
هو بيتعامل معانا من منطق الفوقية، أنا أحسن منك. لا، أنت مش أحسن مني، أنت بتملك العالم بقالك قرن من الزمان أو قرنين، إحنا ملكنا العالم 8 قرون أو أكتر. إحنا كنا بنحكم إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. يعني أنت، أنا بتكلم هنا عن عالم عربي وإسلامي، لو أنت بتتكلم على أنتوا أحسن، أنتوا أحسن بس في 100-150 سنة اللي فاتوا. فلما قطر تيجي تاخد كأس العالم من بوق الأسد زي ما بيقولوا، تنظم وتنجح واكتر عدد من الزائرين واكتر عدد حضور جماهيري واكتر مش عارف ايه واكتر ايه واروع نهائي وكذا وكذا وكذا، وتختمها بالماستر سين ان ميسي يلبس البشت القطري، فنلاقي السعار الموجود على المواقع والقنوات الاجنبيه في بريطانيا، فرنسا، المانيا، وفي الولايات المتحده الامريكيه. فانا عايز اقول لك ان كاس العالم ده، انا بقول لك هيبقى نقطه تحول كبيره جدا في علاقه العالم العربي والاسلامي بالغرب، في نظرة العالم العربي والإسلامي للغرب، والعكس صحيح، في نظرة الغرب للعالم الإسلامي. الغرب أخذ درس، ودرس كبير جدا في كأس العالم في قطر، إنه أيوة يا جماعة، إحنا عالم عربي لنا قيم ولنا عادات ولنا تقاليد بنفخر بيها، بنعتز بيها، بنمارس حقنا في إظهار هذه القيم والعادات والهوية والثقافة، ومش بنخجل. وانا اسف يعني، غصب عن الغرب كله اللي حاول يفشل كأس العالم دي، وغصب عن بعض الدول العربية اللي لو كان كأس العالم ده معمول عندها ما كنتش هتلاقي العالم فلسطين ولا مشط قطري ولا حاجة، كنت هتلاقي حاجات تانية خالص، كأنك بتلعب كأس العالم ده في دولة أوروبية بالظبط، وتحديدا الإمارات يعني لو كان كأس العالم ده تلعب عندهم. فغصب عن الناس دي كلها، وغصب عن كل الناس اللي حاولت تفشل هذا المونديال، صورة للتاريخ هتظل كده يعني في الذاكرة زي 86 بالظبط، لما مارادونا رفع الكأس، هتفضل صورة في التاريخ ان ميسي بيحمل كأس العالم وهو يرتدي البشت القطري اللي بيعبر عن هوية عربية وإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى. سلام عليكم.